رأفت قول لي بقى اتفضل. رأفت خليل منين بقى؟ قول لي في الاول. انا من محافظه القليوبيه. طب خليها رأفت خليل القليوبيه بقى. البشريه والقليوبيه عندنا. انا من محافظه القليوبيه. حته اسمها كومشفين. انا من جنب كومشفين حته اسمها عرب الكوبري. قول لي بقى مين اللي يعني شافك وداك النادي الاهلي وقصتك ايه؟ يعني هنا كان في مباريات مع النادي الاهلي والنادي الاهلي شافه. انا بالظبط رحت اختبارات 2012. كان عندي 8 سنين. ورحت 2012 يعني بتتكلم من 10 سنين بالظبط. يعني بقالك 10 سنين في النادي الاهلي. بالظبط بالظبط. فرحت اختبرت والحمد لله من اول اختبار الكابتن عماد النحاس شافني وناداني وقال لي اسمك ايه وكده، وقال لي فين والدك عشان هتمضي وكده. فرحت كلمت والدي وكده، قلت له حصل كذا كذا وهنمضي ان شاء الله في النادي الاهلي وكده. فكان طبعا يوم غير عادي بصراحه، وكنت مبسوط جدا بقى. طبعا والحمد لله. مين اللي راح معاك يومها بقى الاختبارات؟ ده كان اخويا الكبير. هو اللي خدك معاك؟ هو اللي خدني وهو اللي شافني اصلا. فهو اللي يعني ليه فضل طبعا بعد ربنا. الحمد لله خدني ووداني وكده.